السلام عليكم، معكم مايك وان، رابور مغربي ولد كازا، صاحب أغنية عاش الملك لحقات ملايين المشاهدات. شنو بلاصة في كازا؟ أنا ولد الحي محمدي، تزاديت في حي محمدي وكبرت في سباتة، ودابا ولد سيدي مومن. خرجت هاد الأغنية، جاتني الفكرة ديال هاد الأغنية ديال عاش الملك، اللي أنا خرجت كنواجه بها واحد التيار ديال أعداء الوطن. خرجت ودرت هاد الأغنية. واحد السيد ديما كيبغي يشتغل معايا كيقول لي راه باغي نخدم معاك مايك وان. فوالا، مشيت للمبادرة الوطنية في الحي المحمدي، سجلوا لي أغنية عاش الملك، شديت لافوا، صيفتها لذاك السيد في الصبليون، صيفتها ليه على أساس يصوب ليا انستخي. أنا اللي عطيت وليدي ديال الانستخي وكل شيء، أي حاجة كنقولها رانا عندي موثقة وبالدليل. صيفطت ليه باش يدير ليا انستخي، وجهته قلت ليه راني باغي نلعبها بوب. فوالا، صيفطت ليه لافوا، صوب ليا انستخي. مشيت انا صورت الكليب، راه تصور في مدن كبيره، وهذا العمل راني ما واخد عليه لا دعم لا والو، درته من مالي الخاص، وانا ما كنتش كنتسنى راه غادي نحصد من وراه شي حاجه، لا، حيت انا درته باش ندافع على الوطنيه ديالي وندافع على المصالح ديال البلاد ديالي. فوالا، صورت كليب بتقنيات كبيره. ملي تصور الكليب كنتفاجئ بالسيد كيصوني عليا على الصباح من اسبانيا، كيقول لي مايك وان خصك تسني واحد الكونترا، راه غنجيبك للصبليون. انا قلت ليه خويا انا ميمكنش لي نسني كونترا، وما جبتيش لي الكونترا في البدايه ديال العمل. حسيت ما انا حسيت بشي حاجه كاينه. فوالا، قلت ليه واش ممكن نلوح الاغنيه، استشرت معاه، قال لي لا ما تلوحش لي الاغنيه ديالي. مشيت انا كريت ستوديو وعاودت الأغنية بأفكار أخرى، كانت بوب رديتها تشراب، كانت الغوفغان في درية غنيته أنا، وعاودت الأغنية ومونطيت الكليب ديالي وصدر وحقق ملايين المشاهدات، وكان الفلاتون دونس ديال المغرب. كنت فاجئ بهاد الناس ضربوا لي الكليب ديالي. كيفاش ضرب لي الكليب ديالي؟ لأنني أنا ديجا مصيفط لي لافوا، وهو شد لافوا ديالي حطها في يوتيوب، ملي أنا لحد ديسك ضربني بالكوبي رايت. فوالا، ابري ملي تضربت بالكوبي رايت مرضت نفسانيا، لانني خسرت فلوس في هذا العمل هذا، وما كان حتى شي دعم من 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 مالي الخاص. فوالا، مرضت نفسانيا شويه، بدا الاستفزاز، بداو كيستفزوني، بداو كيسبوني، وهذا الشيء هذا راه عند الشرطه. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر ولايه الامن الدار البيضاء الكبرى على المجهود الكبير اللي اللي اللي, اللي داروا معايا. وبصراحه بصراحه ولايه الامن بصراحه بحال فهمتيني، الله يجازيهم بخير. تشدوا دابا هادو اللي داروا معاك؟ فوالا، تشدوا، راهما عند البوليس دابا، شدوهم. جبت، هما كيطلبوا الفلوس، كيطلبوا واحد المبلغ اللي هو كثير، انا جبت واحد الطريف من هذاك المبلغ فهمتيني، عطيته ليهم، وحيت المبلغ ما كاملش خداو لي السوارد ديال الموتور، وهذا الشيء هذا راه شافوه رجال الامن. وهاد الناس هادو راه تسبوا ليا في خسائر ماديه ونفسيه، الدعوه بهم الله. كيفاش جاتك الفكره ديال هاد الاغنيه ديال عشيش؟ هاد الفكره جات وتناقشات مع مجموعه من الاصدقاء والناس، اصدقاء ديالي اللي شجعوني عليها وعاونوني رجال الامن فاش كنصور الكليب، حماو لي الماتريال، ومعها كانت عندي ليدي ديال انني نكتب الله الوطن الملك في الحيوط ديال كازا كاملين. مشيت للعماله وخديت الاذن ديالهم وعاونوني وقدموا لي الدعم المعنوي، وكانت الامور غاده مزيان. لا فيديو في الوصلاش اجلتي مع لا فيديو، راني راسلت اليوتيوب وقلت لهم باللي انا راه عندي الحق في الملكيه الفكريه، وراني مسجل الاغنيه في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وراني رسلت لهم الوثائق باللي كيوثقوا باللي اغنيه عاش الملك راه ديالي، واي حاجه انا قلتها عند رجال الامن ولا كنقولها في المنابر الاعلاميه الا وعندي عليها الدليل القاطع. وهذا الشيء اللي كاين. شحال دابا تشتغل في الراب؟ 14 عام وانا كنغني الراب. عجبك شي فاش خرج من الاعلام من بعد
انا ما بغيتش نخرج الاعلام فاش تحبس لي لا فيديو كليب في يوتيوب باش لي فان ديالي من انا شوف انا مديرونجي فلاباج باقي كاين فلاباج وحقق مليون المشاهدات فلاباج لان فاش تضرب الكليب في اليوتيوب الناس دخلات كتقلب على الكليب في الفيسبوك وراه في الفيسبوك مايك وان باج اوفيسيال غادي تدخل غتلقى الكليب ضارب مليون كليفي ومئات التفاعل مئات الاف التفاعلات قريب نشوفو الجديد ديالك قريب ان شاء الله الجديد ديالي وما كيلاش نقول الفكره من دابا وانا هاد الاغنيه عاش الملك راني ما درتهاش باش انني كنتسنى من وراها شي حاجه انا درتها باش ندافع على المصالح ديال البلاد ديالي ونواجه دوك الناس اللي باغين الشر والمكر لهاد البلاد هادي وواجهتهم ولدرجه انني كنكون غادي في الشارع وكتسمع مايكوان عاش الملك وداك هو الرباح اللي كان عندي انا مايكوان